الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين راسيات للإنتاج الإعلامي تقدم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار من غضب الجبار وبعد السلام عليكم ورحمة الله مواصلة للحلقة الفائتة إن شاء الله وموضوع اليوم موضوع ما هي حقيقة الحجابات التي تحجب حقا لأن الحجابات كثير منها غش ما فيها الشيء الذي وعدوك به يعني الشيء اللي وعدوك به قال لك الحجاب ده بسي كده كثير منها غش وكذب ودجل أن احنا نتكلم عن الحجاب الصحيح الحجاب الصحيح الحجبك ده أو قالوا لك الحجاب ده بيعمل لك الشيء الفلاني ده وعمله بنتكلم عن ديل وذكرنا المرة الفائتة أنه واحد من إخوان العساكر واسمه النور محمد ووعدنا أنه يجينا هنا وما جاء وبعد ما رجعنا جاني في البيت وقال لي أنا ما عرفت الجامع وصفت له الجامع الجمعة دي برضو ومشكلته رفض ما يديني الحجاب رفض لأنه حجابه ما داير حتى لو فيه شرك ولا ما فيه شرك ما داير يخليه على الإطلاق مهما أغريته من القروش برضو رفض قال لي لا أنا حجابي ده ما حتفته عشان تبوظوا لي لأنه حجاب ده أنا ما أخذه زمان ب50,000 ما حيتي كلها 47 ودينت عليه وكان رقيب ودينت عليه 3,000 أخذت الحجاب ده والحجاب ده حجبني العمر ده كله وأبطلناه بإذن الله تعالى وكررنا البطلان بالقرآن وقلنا له شيل الشرك والآن يوم قرأ القرآن بطل الحجاب فأرجوك بعد ذا بقيت أنت على بينة من أمرك وهذا الحجاب شرك وكل ما كان عندك أنت إذا ما دام ده اعتقادك أنت مشرك فابتعد عن الشرك قال لي يا أخي حجبني قلت له نعم حجبك وحجبوك الشياطين وأكدنا له أنه حجبه الشياطين وبرضه ما داري يخليه أنه شيطانه أكبر منه خلاصة المسألة قلت له طيب مدام أنت ما دارت الدين له شيله معك مدام أبيت ورفضته شيله معك لكن تجينا بس عشان نثبت للناس أنه الحجاب الشيء اللي بيحجب فيه ده الشياطين وما هو الدين الموجود فيه ما هو الدين قال لي ما عندي مانع لكن إذا كان أبطلته زي ما الآن ظهر ما تشرط الحجاب ده وتفتحه لأنه أنا دايره يا أخي ده شرك قال لي برضه سبحان الله إن الله يهدي من يشاء يعني إنسان تبين له الشرك واضح لا شك فيه وبرضه يصير فإحنا ما علينا إلا أن نهدي الناس هداية البيان أما هداية التوفيق فمن عند الله كون ربنا يوريك الحق حق ويرزقك
اتباعه لمشكلة عظيمة. فوعدني أنه بيجيبه هنا، وهو كان قال لي الجمعة الفاتت كان عظيم، كان في المسجد البهينة ده، في مسجد بهينة كده في الزلط فيه عربات كثيرة كده، قال لي أنا قال ده المسجد، وقال جيت خشيتها في مسجد اسمه شنو؟ ها؟ أيوة مسجد السيد السنهوري. قلت له لا المسجد ده بعده، تمشي طوالي على الجنوب وتمشي شوية وبعدين تسأل من مسجد شيخ محمد. قال لي أنا كنت في المسجد ده السيد سنهوري ده، أنا قالك في السيد سنهوري، وما أظنه جاء ده كلامه لي، لكن الله أعلم. فهسه وعدني أنه يجي هنا، وبرضه هسه ما شايفه، فإذا موجود شيخ النور محمد أرجوك أن تجينا يا أخي، وعشان المسألة تكون للناس يشوفها زي المرة الفاتت عملنا التجربة، تجربة البيان بالعمل، دايرين نعمل تجربة البيان بالعمل بموضوع بطلان الحجاب بإذن الله تعالى. فإذا كان الرأي ده موجود خليه يجينا إن شاء الله، وبجبنا معانا اللحمة عشان نعمل التجربة، هذه اللحمة عشان نعمل التجربة في الحجاب ده. وإذا كان في زول منكم عنده حجاب بيحجب اللي يجيبه لنا، خلوا ده كله خليناه وتب، إذا كان جاء فليجينا، وإذا كان ما جاء ما بنقدر نجبر عليه، لأنه في الحالة دي كلمناه بس أنكرنا المنكر بلساننا، أما اليد يد السلطان ما بنقدر نرفع له عصا الطاعة ونقلع منه، ده ما شغلنا. إذا كان جانا الراجل ده خليه يجيب لنا الحجاب، لنا الحجاب ده هنا إن شاء الله عشان نعمل التجربة، وإذا كان ما جاء في غيره من المستمعين عنده حجاب بيحجب اللي يجيبه لنا هنا. موضوع الحجابات الحقيقة، وكثير من الإخوان الغيورين على الدين بيتكلم في المساجد وبينكر وجود الحجابات، وده خطأ. أنت يا أخي مع عقيدتك النظيفة ورجل موحد ورجل عقيدتك في الله عظيمة ما تنكر عدم وجود الحجابات، ده ما شغلك، شغلك أن تثبت للناس أن الحجاب شرك بالله وكفر بالله وتميمة، تميمة دي كلها واردة في الحجاب. لكن إذا كان أنكرت للناس أنه ما يوجد حجاب، ما فيش حجاب، بتجد يوم من الأيام وحتكون نكسة للدعوة أو نكسة للحق، زي ما حصل مرة كنت في مدينة ياوندي عاصمة الكاميرون، فعملت محاضرة في المسجد الكبير وتكلمت عن الحجابات وما الحجابات، والبلد ديك مليئة بالدجل والشعوذة والسحر اللي هو الكاميرون، إفريقيا الوسطى والكاميرون وتشاد وغيره، فمليئة بالأسحار دي، وأي إنسان ما عنده حجاب بيعتبره مرة، يوم يلمس ذراعك ولا يشوف صلبه ما عندك أي شيء بيقول لك أنت ده زيك وزي المرة، لأنه أنت كراجل المفروض تكون عندك حجابات تحجبك من السلاح، لأنهم كلهم مشاكل ما بخاف الله، يعني ما عندهم وازع ديني يمنع من أن يأذي الآخرين. يعني حتى في بعض الناس يكون قاعد زي ده أنت غفلان يجي يطعنك بسكينه، ما يتورع طعنك بسكينه، إذا كان عندك حجاب معناه بحجابك بحجبك، لا ما عندك حجاب طعنك بسكينه المشكلة استفحلت، يعني ما عندهم وازع ديني يمنعهم من الكلام ده. فكنت أتكلم عن الحجابات في المسجد، وما كل ما يسمعك بيفهمك صح، ده واحد موجود في مع المستمعين يوم تكلمت عن الحجابات وقلت الحجابات كفر وشرك بالله والدين اللي فيه هذا ما بحجب، الزول ده يعني زعل زعلة ما عادية، وده من النوع اللي عنده الحجاب، حجاب صح زي حجاب العسكري ده نور محمد، ده حجابه صح ما مغشوش، فده زعل جدا جدا وغار يعني في غيرة للدين، وله الحق لأنه جاهل بالأمور دي. قال كيف أنا أقول الدين اللي فيه هذا ما بيحجب؟ فالراجل ده غضب غضب ما عادي، وكان في آخر المسجد وقام من هناك ثائر وجاء من هناك وبكبر وماشي عليه وبيقول أيوة خربتوا بلدكم وجيتوا تخربوا بلدنا، ها يا ناس شيلوا لنا الفاتحة، رافع يدين وكان يا ناس شيلوا لنا الفاتحة، وماشي زعلان وماشي مضطط في الناس وماشي عليه، يا ناس شيلوا لنا الفاتحة، الفاتحة الله يرفع البلاء وينزل الرحمة. واحد قال له البلاء شنو؟ لا 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 يا شيخ، قال له البلاء الوهابية غزو البلد، غزو البلد. فقال لي يا وهابي يا كلب، انت
أنكرت الدين، أنكرت الرسل، أنكرت الـ 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 الأولياء، والآن قعدت تنكر في القرآن. والله الليلة دمك في الأرض ما ينقض، والله الليلة دمك في الأرض، ومطلع سكينه، سكينه ذات ضرع، وبطعم في رقبته، تقول الدين ما بيحجب وبيطعم في رقبته وماشي عليه. مشهد مثير ومخيف الاثنين، مثير إثارة ما عادية، والناس يوم شافته بطعم في رقبته وعنده حجاب هنا رافع في ضراعه حز كده وبيطعم في نفسه، الناس كبرت وهللت وشافت أنه ده الحق وده الدين، وده رجل ده زول منكر للدين يجب أن يسفك دمه، والليلة كلنا هنسفك دمه. طبعا بيكبروا وبهللوا وشايفين المشهد، والراجل ده جا ماشي، واحد من العاقلين مسكه قال له اقف 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 يا أخي، تقتل لك زول، هم كتل زول هناك لا إيش، كونه يقتلك ده ما قضية، فكونه يقتلك في دين ده كمان يعني كتلك ذاته هيدخل الناس الجنة. الكتلك ذاته بيعتبر أنه هو كتل كافر، لأنه الإنسان اللي بينكر الدين أو بينكر القرآن كافر. أي ودفع مفهوم الناس، وده صحيح، إذا كان أنكرت الدين صح أنت كافر لا شك في ذلك، فده فهمه، لأنه اللي بيحجبه ده دين وأنا قلت ما دين، فما فهم الجانب الآخر بتاع القصة. خلاصة المسألة قلت له كويس تعال، جاء ووقف قدامي وكان برجف من الزعل، والناس بتهلل وبتكبر أنه في ذول أنكر الدين أو أنكر القرآن، وفي ذول أثبت له أنه الحجاب بيحجب، ودارين الزول ده مصيره شنو، كل الناس متفرجة على مصيره أنا شنو. قلت له طيب أنا المحاضرة دي لغيتها، دايرك أنت ده تكون موضوع المحاضرة في شنو. قلت له كويس، انت حجابك ده حجب صح؟ قال انت ما شايفه. قلت له انا عم شايفه. قلت له كويس، عشان انا اكد ليك ان اللي بيحجب فيه ما هو دين ما قران، اللي بيحجبك ده ما قران، لازم تسمع لكلامي ونقتنع، واذا كان انا ما قدرت وخذلني رب العالمين انت يا اخي بسكينك، وانا غريب في البلد دي، يعني الانسان اذا كان مواطن كتلوا عندكم ولا اي شيء، خلي الانسان غريب جاي من بلد ثانيه ده والله ما اظن يسمع ابوه غير ناس المسجد ولا غيره. فانت انا يعني بثبت ليك ان اللي بيحجب ده ما هو دين. قال لي دين. قلت له ما هو دين. قلت له قال لي دين. قلت له طيب انا داير الحجاب ده بيحجب من شنو غير السكين؟ قال لي بيحجب من البندقيه، وبحجب من السهم اللي هو النشاب، هم يقولون النشاب، النشاب والحربة والسكين والبندقية والعصا، يعني العصا ذاتها لو رفعتها عشان تضرب الإنسان ده يدك ولا وقفت ولا استشليت ممسكك شلل طوال يدك بتقع، ما بتقدر ترفع العصا، ما بتقدر تمسكها، يقول لو دار تضرب الراجل لا. طيب لو دار تضربه بنية ما بتضربه، وحتى كراتيه ولا غيره ما هتضربه، لأنه حجاب كامل شامل من كل أنواع الاعتداء. طيب قال قلت له طيب تعال جيب الحجاب ده. قال لي دار تسيبه؟ قلت له دار نثبت ليك أنه الحجاب ده اللي بيحجب فيه ما هو دين. قال لي هتعمله شنو؟ قلت له أول حاجة هنقرأ دين، هنقرأ دين لتبطيل الحجاب ده. قال لي بيبطل؟ قلت له هيبطل. كيف تقرأ دين ويبطل؟ قلت له نعم أنا هأقرأ دين إن شاء الله ويبطل الحجاب ده. قال لي ما ممكن. قلت له ممكن ونص. قلت له طيب انا هاقنعك بالكلام ده. قال لي تكون تقنعني دخله ده دين كلام الله، انت ده الوهابي تبطل دين كلام الله؟ قلت له يا اخي انا مكتوب في وشي وهابي؟ قال لي مين خليك تكدي وهابي ما دام بتتكلم في الشغله دي؟ قلت له يا اخي انت الوراق قال لك انا وهابي، انا لا قلت لك انا وهابي ولا مكتوب في وشي وهابي، كيف يعني؟ قال لي اسمع انت خلي كلامك وجوطك بالسيفيه دي، كيف انت تبطل كلام الله؟ قلت له انا ما ببطل كلام الله، انا ببطل الدجل والشعوذه الموجوده في الكتاب في حجابك ده. قال لي دي ما دجل وشعوذه ده دين. قلت له ما هو دين، وعشان انا اثبت لك انه ما هو دين مطلوب الاتي. قال لي شنو؟ قلت له يا اخي طلع الحجاب ده تخطه لي برا هنا ده، الناس كلهم يشوفوه، وهنعمل طريقه شرعيه بيبطل فيها الحجاب ده، طريقه شرعيه؟ قلت له طريقه شرعيه. قال لي ما ممكن. قلت له طيب هاقنعك بها. قال لي ما بتقنعني بها. قلت له ماني جادل كثير، انت ما عندك حجاب، وانا قلت الحجاب ده شيء اللي بيحجب فوقه ما دين، داري اثبت لك انه ما دين. قال لي كويس. واحد كلمه قال له يا اخي طلعه طلعه خدتاه. قلت له يا اخي دارين حاجه ثانيه نجرب فيها. حاجه ثانيه شنو؟ قلت له دارين اي شيء ثاني نجرب فيه، يعني نجيب لك شنو؟ قلت له جيب لي
اي حاجه ثانيه. قال لي اجيب لك تيس، قلت له لا. ديك، قلت له لا. امشي جيب لنا لحمه من السوق زي اللحمه دي. مشى جاب، قال لي انت بتقبض في الرغو. الكلمه اللي فاضله، قال لي انت بتقبض في الرغو. وده كلام بيقولوه الناس البري، بتقبض في الرغو يعني شنو؟ رغوه الصابون دي لو خجيتها كده وطارت في الهواء، لو جيت بتقبض وتقبض شنو؟ معناه زول ما عندي حجه. ما قال لي انا جربته لك في نفسي. قلت له يا اخي انا لو جربته انت في نفسك، لو بطل ممكن انا استطيع ان اجربه في نفسك؟ ما ممكن، لانه حيطعنك السكين. قال لي انت بتتكلم من وين انت؟ شنو السكين؟ هسه ما طعنت. قلت له حتطعنك انت، جيب لي يا اخي، خليني انا افشل. اذا كان ربنا خزني ده شيء ثاني، لكن ان شاء الله ربنا ما يخزني. فقال لي مشى رسلوا جابوا لنا قايمه الرجل الورانيه دي من السوق، جابوها لنا نحن في السوق ذاك. مشوا جابوها، شلنا الحجاب خطيناه في القايمه دي وجربنا فيه كل شيء. عصا اي انسان مهما يكون قوي يجي من هناك يعني منشد وغضبان عشان يضرب اللحمه دي، اول ما يرفع يده كده ثاني يده دي ما بتنزل. لو مره رجع ورا يده دي ثاني ما بتنزل، الا يرجع ورا، ترجع تبتعد من الحجاب يدك بتنزل ما بتضرب. دلدم يدك كده تعملها كده عشان تتوقه، لو مسكتها كده ثاني ما بتنفك، عشان تمط يدك ثاني ما بتمط وما بتنزل. في شيء ماسكك. في نوع من الناس بيجي عشان يعمل اي، تلقاه ذاته ان شاء الله كله. الانسان ذاته ان شاء الله كله. شوف المصيبه دي. خلاصه المساله جربناه وجربنا فيه السلاح. هناك للعسكري بيقول له الزاندرما، الزاندرما. نادوا عسكري من برا، وهناك البلد ما بتحتاج لوكيل نيابه ولا امشي لناس الشرطه يطلعوا لك تصديق والشغلات اللي ما عندهم. العسكري هو العسكري بيشتغل اي شغل. نادوا عسكري من برا اسمه الزاندرما، قال له تعال، ما بيعرف اللغه العربيه. فقال له تعال اضرب لنا اللحمه دي عشان يثبت لي انه الحجاب بيحجب حتى من السلاح. فعلا عنده الام بي 5 الصغير ده. وجهه على اللحمه عشان تضرب، ما يضرب. تسمع كتش 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 الحديد براهو صوت، لكن ما فيش اي طلقه بتقوم. يرفع الام بي 5 فوق اي طلقه تجي طالعه. يوجهه تحت، لا. ختينا الام بي 5 فوق، ختينا اللحمه كده عشان تضربه لانه بيضرب فوق. ختينا برضه عشان ناكل للناس، برضه ما بيضرب. تزيح منه اللحمه الطلقه بتقوم. يعني شيء حجب تماما. يعني قلنا له طيب، قلت له خلاص الان الحجاب حجب، وفي حاجه انا ممكن اجرب فيها تجربتي انا. قلت له التجربه دي تجربه شرعيه. وين امام المسجد؟ قال لي ايوه نعم. قلت له يا اخي ادينا ثلاثه مصاحف. فجاب ثلاثه مصاحف. بعد ما جابها انا شفتها يعني شكلها كده غريب شويه. فتحتها لقيتها روايه ورش. في روايه اسمها روايه ورش. ما زي مصاحفنا روايه ورش. البلد دي كلها بتقرا بروايه ورش. لقيت المصاحف كلها روايه ورش. فقلت له انت بتقرا بالروايه دي؟ قال لي عندك فيها شك؟ قلت لهم لا، ما عندي فيها شك. روايه صحيحه وروايه كويسه وانا ما عندي فيها شك. ناديت من المجموعه ثلاثه اشخاص. يا اخينا تعال انت. اسمك منو؟ قال لي اسمي الجوني ادم. قلت له بتعرف تقرا القران؟ قال لي انا حافظ القران من البقره للناس، مش بعرف اقراه. وفعلا كلمه جوني انسان حافظ صم، بيعرف ليك مؤمنون ومؤمنين في القران كم، وبيوريك محلها كذا وكذا وكذا وكذا. يعني ناس للقران ده حافظونه بطريقه عجيبه جدا جدا. ما يتغالط في القران كله كله. لو قريت اي ايه بيقول لك الايه دي موجوده في الحته الفلانيه وموجوده في الايه الفلانيه وموجوده في الصوره الفلانيه وفي الصوره الفلانيه، يكرر لك كلها بتمشي بتلقاها كلها صح. جوني. فقال لي انا اسمي الجوني ادم، وانت يا اخينا؟ تعال قرب. انت برضه جوني؟ قال لي انا ما جوني. وانت؟ قال لي انا برضه ما جوني. تعالوا دايرينكم تعمل لي الاتي. وين المؤذن؟ قال لي نعم. قلت له تعال. فجوا الثلاثه اشخاص، اديناهم الثلاثه مصاحف. قلت للجوني ادم يا اخي اقرا لنا من سوره البقره، من اول سوره البقره وادخل فيها. وانت اقرا لنا اول سوره الصافات وادخل فيها. وانت يا شيخنا اقرا لنا من اول سوره الدخان وادخل فيها. وانت يا مؤذن اذن لنا فقط. ده الكلام اللي قلناه يا ناس. كلام ده شرعي ولا غير شرعي؟ كلكم اللي قاعدين بتسمعوا شرعي ولا غير شرعي؟ ما في زول فتح خشمه. كل الناس قاعدين يشوفوا الشغله دي ومقتنعين انه الكلام ده فيه ولف ولا، لكن غضبانين وزعلانين دايرين كيف انا ربنا يخذلني وافشل وبسوي فيه دايرينه. وغيره للدين ما عاديه، ولهم الحق. يعني غيره للدين ما عاديه لكن بجهل. طيب قدر ما اتكلمت مع واحد ما فيش واحد فيهم رد لي بالكلام ده صح ولا غلط.
في واحد قدام هناك يا ناس ما في زول اخواننا بيقدر بيقول لي الكلام ده صح ولا غلط. الكلام ده صح. واحد هناك قال لي بس كلام ده صح، قال لي يعني بدل يقول لي صح ذاته ما بدل يقول لي صح، قال لي ما في شيء غير شرعي ده دين. وبعدين النازل في ما بعرف فيهم اي زول، الثلاثه دين والرابع الامام ده المؤذن ما بعرف. قلت له يا شيخ ادم انت بتعرفني؟ قال لي الله ما عرفني ليك ذاته. وله حق زعلان. وانت يا شيخنا بتعرفني؟ قال لي ما بعرفه. قلت لهم اشهدوا، لانه ما تقولوا الناس دي متفقين معي، دي الناس منكم وانا غريب في البلد دي. يبقى احنا هنبدا الاتي يا شيوخ، تبدأ وتعوزوا وتخش في القران لغايه ما انا اقول لكم اقيفوا، بعد تقيفوا. وانت يا مؤذن اذن، لو كمل الاذان دبل الاذان وتلته وربعه لغايه ما نقول لك اقيف. والعسكري واقف، وقمت قلت لواحد اخر قوم، قبلت السكينه اللي بيطعنوا بها دي التوت دايرين سكين ثانيه. والنوع ذاك من الناس ما بيلبس السكين في ذراعه زي السكين دي تلبسها في ذراعك، لا بيلبس السكين تعتنا وطويله جدا اطول من سكاكيننا دي. فقام واحد عنده سكين حاده جدا لو عملتها في الكفه كده بيشيلها لك زي الحلاقه، سنينه جدا. فقلنا لهم تعال قوم انت يا اخونا بعد ما النازل يقروا، ولو عدتك اشاره معناه قطع لنا اللحم ده. وقلت لهم انا ما بصم خشمي وما بتكلم وما بقرا، بفتح خشمي كده عشان تشوفوه فاتح، لانه الانسان اذا كان صم خشمه ممكن يتكلم في داخله، لكن لو فاتحه ما بيقدر يتكلم اي كلام، عشان ما تقولوا انا بنعمل شيء معين. وعشان كده بطل الحجاب ده، الناس دي هيبطل الحجاب باذن الله تعالى مع قراءه القران. اللي هو القرآن ده هيبطل الشيء اللي فيه الدجل والشعوذة والشواطين الموكلين بالحجاب. خلاصة المسألة اتعوذوا من الشيطان الرجيم وخشوا في القرآن. وده بدأ يأذن والله الذي لا إله إلا هو، بس الشرط اللي زول كده عشان يقطع له أول قطعة وزاتنا ما نخاف. قطعنا اللحمة دي القايمة دي قطعناها ثلاثة قطع، ثلاثة قطعة، وقطعة صغيرة أربعة، لكن القطع الكبار ثلاثة قطعة كل قطعة بلا. الناس هاتي استغربت الكلام ده قبل شايفينه حجب والآن ما حجب ليه؟ فيدوب الناس قاعدة تستغرب والحاجة الفراسة اتغيرت. قلت للعسكري اضرب، ما بيعرف ذاك رطليه، قال لك اضرب. العسكري ذاته ما كان مصدق لأنه قبلت المشهد أنه الزخير الانبفاق ده ما يضرب، والآن هيضرب فعلا. ضرب الطلقة الأولى قامت والثانية، أربعة طلقة في اللحمة. وأي زول جبيلة تجرب الشغلانة دي لو جينا نقول له تعال أضرب بيرفع يده ودق في اللحمة ذاتها. الناس استغربت، في زول هناك جوا الناس كبر، واحد بس ما عارفه كبر لشنو، كبر تعيد لي أنا، كبر لشي في راسه مش عارف. خلاصة المسألة قلت لهم الحجاب بطل ولا ما بطل؟ جبيلة الحجاب بحجب، لو الحجاب ده فعلا صح ودين مفروض يزداد قوة، الآن ده دين بالبقرة. في ذول عنده شك في البقرة، في ذول عنده شك في الصافات، في ذول عنده شك في الدخان، ما في ذول عنده شك. يبقى دين ناسكم وبيقروا الآيات وده أذان، رأيكم في الكلام ده شو؟ كلام مشروع؟ كلام مشروع لا شك فيه، لكن ما في ذول فاهم. خلاصة المسألة قلت للناس اللي قيفوا اسكتوا. بعد شوية أكثر من خمسة ستة دقائق قلت لهم الآن الحجاب بيرجع بحجب. كيف؟ واحد قال لي كيف؟ قلت له بيرجع بحجب، لأنه قبل شوية يوم القرآن ده قرئ بطريقته الصحيحة الحجاب ده كان فيه شواطين، الحجاب ده كان فيه شواطين، شواطين دول هم الموكلين بحماية هؤلاء الناس أو بدائرة معينة. يعني الشيطان موكل في قطر معين، مترين في مترين او ثلاثة في ثلاثة او خمسة في خمسة. عشان كده بتلقى الناس اللي بيكتبوا الحجابات اللي بيعرفوا الحجابات بيقول لك ضامن عشرة، ضامن خمسة، ضامن ثلاثة، ضامن اثنين، ضامن عشرين، بيضمن عشرين نفر. ده معناه بيكون عنده زي خمسة متر في خمسة متر شكل دائري. اي انسان في داخل هذه الدائرة الحجاب بحجبه، اما ضامن واحد بحجبك انت بس، يعني ده بيكون قطره نص متر في نص متر بس، وده فيه شواطين بسيطين. اما ديلك بيكون فيه شواطين وعفاريت كبار جدا وخاشين في الحته دي، اي شيء جاي من هناك بيحموه بصدوه عنك.
وما بخلوا الشيء ده يأثر فيك جنون. فقلت لهم الآن الحجاب بيحجب ليه؟ واحد قال لي قلت له لأنه قبل فيه شواطين، وعندما قرأت البقرة كل شيطان لا يستطيع أن يتحمل هذه الصورة، والصافات حارقة، والدخان كذلك من الـ من الـ من الصور الطاردة للشياطين والحارقة للشيطان، والأذان لا يستطيع أي شيطان يقف في موقع الأذان مدى هذا الصوت، كل الشياطين يهربوا ولهم ضراط يبتعدوا من المكان ده. حسهم أن إحنا سكتنا والقرآن سكت، هم بيجوا من بعيد بشيفوا. هل الحجاب ده بصورته دي قاعد بصورته دي هم موكلين يكونوا قاعدين معه، وعندما تفرتقوا وتطلع الحاجات اللي فيه في حاجات بتكشعها بعد ذلك رفعت عنهم التكلفة وبرجعوا للروحاني وبروا بقولوا أنه حاصل كذا وكذا وكذا. أيوة بعد ما عملنا المسألة دي قلت لهم الآن الحجاب بيحجب، وفعلا جربناه لقينا أنه السكينة القطعة دي ذاتها تاني ما بتقطع، أول ما تخطها زي دي وتقوم تقطع كده بتسمع بتصير زيت 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 زي الليستيك، شفت الليستيك الكتربيل الكبير ده، وعندك حديدة كالة ما سكين ودار تقطعه ممكن ما ممكن لستك وبتاع عربية كبيرة، قال لك قطعه ما بتقطعه، نفس اللحمة بقت زي اللستك أصلا ما بتنقطع ولا سلاح بيضرب فيها، نفس السكين القيد قطعته لثلاثة دقل كبيرة وقطعة صغيرة، نفس السكين جربناها تاني بقت ما بتقطع، كلما تخطها في اللحمة تعملها كده تعمل زيت 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 ما بتقطع. السلاح كذلك جربناه برضه رفض يضرب، قلت لهم طيب ايه دي شرط؟ وقال لنا وقبل قبل ما نخش هنا احنا كان عندنا شروط، قالوا لي اذا كان انت قدرت بطلت هذا الحجاب ان احنا، قلت لهم الحجاب ده انا حابطل باذن الله، واذا كان بطل هنفتحه ونلقاه ان الشيء فيه جوا ما هو دين صح، ما دين صح، اما مكتوب بالزياده واما مكتوب بالنقصان، واما انه عنده اشياء طلاسم، الأشياء اللي بنلقاها في الحجاب دي لا بنلقاها في القرآن ولا بنلقاها في السنة خالص ما بنلقاها. قال لي أصل كلام الناس كله دين، قلت له ما كله دين، فيه دين بتلقى البسملة وبتلقى الصلاة على النبي وبتلقى آيات من القرآن موجودة في الحجاب، لكن الآيات دي ولا لقيتها بالزيادة ولا بالنقصان، وحتى لو لقيتها سليمة بتلقى فيها طلاسم زيادة على الآيات، الطلاسم ما بتلقاها لا في القرآن ولا في السنة. الثانية بتلقى خلاف ذلك أدعية أدعية، وبتكتب الحجابات بتكتب بالنجاسات، ما فيش حجاب بيحجب صح مكتوب بمضاد طاهرة على الإطلاق، أي حجاب حقق الأمر بتاعه حقا هذا الحجاب الدين اللي فيه ما مكتوب بمضاد طاهرة، مكتوب بمضاد كلها نجسة وأضاف عليها نجاسات، وتقرب الشيخ الذي يكتب بالشرك لإبليس وترضي للشياطين، عشان كده كلفوا سفها عشان يجوا يتوكلوا ويشتغلوا مع الراجل ده بتاع الحجاب ده. فقلت لهم الحجاب ده عندي شرط، بعد ما يبطل هنفتحه ونثبت لكم أن الشيء فيه ده ما هو دين صحيح، ما هو دين صحيح زيادات، وانتوا هتقتنعوا بكلامي ده خصبا عنكم لأنه أديكم شيء شرعي، وإذا كان لقيته سليم أدري أنه سوي. قال لي طيب إذا كان لقيناه سليم ودين صافي ما فيه خزوع بلد ما فيه أي شيء، أن إحنا أنا الحجاب بتاعي ده اشتريته بألف سيفا، القروش بتاعته اسمها سيفا، بألف سيفا يعني ما يعادل مليون ونص سوداني، لو لقينا أنه الدين اللي فيه ده صحيح مكتوب سليم وما فيه طلاسم وما فيه أي شيء، بسم الله الرحمن الرحيم معناها بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الثانية هي سليمة ونظيف ما فيه أي شيء، أنا بديك 2000 سيفا يعني 3 مليون سوداني الآن، هذه القروش جاهزة لو لقينا الكلام ده صح، ولو ما لقيناه صح شرطي معاك الحجاب ده هنحرقه ونشيله معاي. قال لي مش كده، دي الحجابات تانية معاي هنديك لها لو فعلا الكلام بقى صح. قلت له طيب، بل كمان الناس قعدوا كلهم الموجودين قال لي شوف يا زول هوي، أنت لو كلامك ده بقى صح كلامنا ده كله يكون كذب، وكلامك أنت ده يبقى صح عين الحجابات دي بنديك لها تحرقها تشيلها توديها معاك السودان انت حر. قالوها بطريقه بتاع الزعل جدا وبطريقه التحدي، لان هم واثقين من الكلام اللي بيسووا فيه، لو عارفين ان المساله تجيهم ما كان قالوها.
فقلت لهم كلنا على عهدنا. فعملنا التجربة الثانية، رجعت النازل وجبت ناس تانين، بس المؤذن خليناه، اخترت تاني ثلاثة أشخاص وجينا أديناهم المصاحف. أدوهم المصاحف، تعرفوا تقروا؟ قالوا ما نعرف نقرأ. طيب دايرينكم أنتوا برضو تقروا لنا، بتعرفوني؟ قال لي ما بنعرفك. قلت له أنا كذلك ما بنعرفكم، يبقى عشان ما تقولوا أنا متفق مع ديل، ديل ناسكم وأنا زول غريب. خلاصة المسألة، النازل جو وبدأ يقرأ نفس الصورة الأولى، وجبنا اللحمة ذات الموجودة والحجاب فيها وقطعناها قطع صغار وضربناها 4 طلقة، كل الطلقة دي الطلقات دي كلها قامت فيها، وأي زول عنده شك جرب مصبوط والحجاب بطل تماما. فالناس استغربت وعدت الدنيا عجب وقالت سبحان الله، أننا ما كنا نعرف أن المسألة دي فيها بناء بهذه الطريقة. قلت لهم الآن احنا قبل ما الناس يسكتوا علينا هنقطع الحجاب ده ونطلعه، وفعلا قطعنا الحجاب وطلعناه. يعود الحجاب في البادي 2، واحد فتشناه ما لقيناه، وده زميله الثاني. يا هود الحجاب ده، الحجاب موضوع الحديث اللي كان بيشتغل كل شغل مع زميله الثاني اللي هسه نفتش فيه ان شاء الله، كي لقيته اوريكم له. ده الحجاب اللي بيخدم الغرض ده كله مع الواحد الثاني اكبر منه شويه، فما عارف يمكن نسيناه في البيت ولا نسيناه في حته معينه. ده الحجاب ده بيحجب حجاب صح مع زميله الثاني. قمنا فرتقنا الحجاب وقعدنا شفناه. أول حاجة قلت لهم ده شنو؟ المربع ده. قلت لهم سألتكم بالله، المربع ده لو فتحنا القرآن الموجود قدامنا من البقرة للناس بتلقى مربع زي ده فيه؟ قالوا لي ما في. قلت لهم ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في السنة موجود، يعني الكتب بتاعت السنة كلها ما فيش كلام زي ده، ولا في المذاهب الأربعة. طيب الكلام ده جي من وين؟ جاء بتعاون من شياطين الإنس والجن الذين يوحون لبعضهم البعض زخرف القول أنه ده من الدين. دي في شياطين من الإنس بتعاون مع شياطين الجن ليعلموا الناس السحر بالمسألة دي وينسبوها للدين، وهي ما من الدين في شيء. أي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، شياطين الإنس والجن بيتعاونوا مع بعضهم وبعلموا الناس النوعية دي من الشغل، وده بيعتبروا دين وده ما هو دين، ده شرك وكفر وإلحاد. طيب بعد ما فتحناه، فتحنا ذاك وفتحنا ده، عشرت على الحتات دي وقلت لهم ده شنو؟ ده دين؟ ده دين؟ كين دين؟ والرنوين عندنا مصدرين في الكتاب يهودا موجود، في السنة جيبوا لي السنة. قالوا شيء ما فيه. قلنا لهم طيب، واحد صدقت في كلامي، اثنين قلت لهم طيب خلينا نقرأ الحجاب دي فيه شنو، جبيلة تقول لنا الحجاب دي ولا كتبت بالزيادة ولا كتبت بالنقصان، وأهلنا الآن دايرين نعرف الموجود في الحجاب دي شنو موجود هنا في الحجاب ده فوق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، دي سليمة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كويس. نشوف نخش جوا في شنو قرينا، اعتبر أن الكلام ده كله دين، كلام يشوفه ده اعتبره دين. وإن كان أهم لنا شيء الحجاب الثاني ده ما أعرف أنه هو شوي. خلاصة المسألة اعتبر ده كله دين، في كلام أنا دار الناس تسمعه بعد ما شفت الكلام السمعي ده واعتبرته أنه قرآن. في كلام هنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، والمرة الفاتت كانت تكلمنا عن الاسم المفرد. تاني بتلقى شنو؟ يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، وده شرك بالله، ده شرك. الثالثة بتلقى آيات مكتوبة، الآيات اللي كانت مكتوبة إنا أعطيناك الكون، واحد إني رأيت 11 كوكب، 2
زينا السماء الدنيا بزينة الكون. الله يكويكم في نصرتكم إن شاء الله. أأذن النبي بهذا القراءة؟ أليس هذا هو التزوير؟ أليس هذا هو الشرك والكفر؟ ها؟ إنا أعطيناك الكون، إني رأيت 11 كون، زينا السماء الدنيا بزينة الكون. أيكتب القرآن هكذا؟ أليس هذا بالتزوير؟ ده ما دجل، ده ما كفر، ده ما شرك. قريناها لهم بنفس الطريقة، قلت له يا مولانا آدم، القوني آدم، إنا أعطيناك شنو؟ قال لي إنا أعطيناك الكوثر. طيب إني رأيت 11 شنو؟ قال لي إني رأيت 11 كوكبا. زينا السماء الدنيا بشنو؟ قال زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قلت له أجمع لي الحروف المحذوفة في الثلاثة آيات، لقيناها 8 حرف محذوف، 8 حروف. أكل الشيخ بلا عتب، كتب من هذه الطريقة. أقول لهم أليس هذا بالتزوير؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يكتب القرآن في الحبات، وهكذا يكتب القرآن في المحايات، وهكذا يكتب القرآن في البخرات. البخرات الزيدي، زيدي وعندك إذا جابها لي هسه منكم هنا من الجامع هنا، أما بخراتي أنا يا هدي دي كلها بخرات، دي كلها بخرات. بتلقى القرآن ده مكتوب بالتزوير ده في الآيات دي، وكل آية بتلقاها في الحتة دي بتلقاها كلها مزورة. زي الورقة الثانية زي دي مكتوب فيها شنو؟ فسيكك فككهم الله، فسيكك فككهم الله، مكتوب بهذه الطريقة. وهي الكلمة في سورة البقرة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، في زيادة بتاعت 4 كاف زيادة وبيحجب. تكتب بهذه الطريقة بيحجب، تكتب بطريقة شرعية ما يحجب. أليس هذا بالتزوير؟ ها؟ ده ما تزوير؟ أأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب القرآن بهذه الطريقة؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وإن كادوا ليفتنونك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يزيد في القرآن ولا ينقصه، ولا ينقصه. وربنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، وقال للنبي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أصدق ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الكافرون. أليس هذا بالتزوير؟ ده ما تزوير؟ ده تزوير، ده دجل، ده كفر. والله أنه كفر، والله أنه الإلحاد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وربنا قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقول الله وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وربنا ضرب لنا مثل في سورة البقرة عن بني إسرائيل، ربنا رسل لهم رسول والرسول جاء قال لهم يا بني إسرائيل الله بقول قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قالوا شوف يا رسول هوي امشي قول لله بتاعك ده احنا ما بنقول حطة، بتقول شنو يا ملاعين؟ قالوا بنقول حنطة، وفي بعض التفاسير قالوا بنقول حبة. يا ناس قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قالوا ما بنقول حطة، بتقول شنو؟ قالوا بنقول حنطة. في الآية 58 من سورة البقرة، الآية 59 قالت شنو؟ فبدل الذين ظلموا قولا شنو؟ غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذا هو القرآن يكتب بهذه الطريقة ويحجب. يبقى نحن عشان نأكد للناس أنه ما نقوله صح، الراجل ده بنحنس وما زلنا دفعنا له الثمن الكثير وهندفع إذا رضى، ونجيب الحجاب ده هنا نجربه بإذن الله تعالى. يحجب تشوفوا بعينكم، نقرأ القرآن أو تقرؤون القرآن يبطل بإذن الله تعالى. كويس، بعد ذلك إن شاء الله هنفتحه وشوف ونقرأ. أنا للآن الجواه ما عارف شنو، لكن هنقرأه. دخلوا لو في إنسان عنده حجاب بيحجب غير الراجل ده جيبوا لنا هنا، جيبوا لنا هنا إن شاء الله ما نفتحه، بس نجيبوا لنا هنا عشان نقرأ له نقرأ فيه القرآن أو تقرؤون القرآن فيه، وبيبطل بإذن الله تعالى، يبطل بإذن الله تعالى، عشان تتأكد أنه الشيء اللي بيحجبك اللي يقول لك ده الحجاب بحجب ما هو دين، شياطين موكلين بعمل معين بيقوم بها الفكي، بيقوم بها الشيخ، بيقوم بها الزول كاتب الحجاب ده. لعالم الجن والشياطين الروحانيون بيقدموا له مجموعة من الشياطين بيكونوا مواظبين. يعني الإنسان اللي عنده التصريف، في حجاب بيقولوا حجاب التصريف، حجابات كثيرة، في حجاب اسمه التصريف. التصريف يعني شنو؟ بتصرف عنك اي ذخيرة، ده بكون في مجموعة من الشياطين مع الحجاب، ومجموعة من الشياطين واحد منهم بيمشي للراجل اللي داري يضرب ذاته. انا ماسك البندقية هنا وشايف الحرامي هناك عشان انشن واضربه، يهوداكم مختفي هناك وعشان انا اضربه وياهو العدو وانا اضربه هنا. واحد من الشياطين بيكون قاعد بوراي هنا بيمسك مؤخرة البندقية دي، بيمسك مؤخرة، انت ما شايفه. هسه عندنا شياطين معنا في المساجد، في المسجد هنا انت ما شايفينهم. طيب ده واحد منهم بيجي يمسك مؤخرة البندقية، انا بنشل للانسان هناك عشان اضربه، ده مهمته هنا. اول ما انا اتحمك وعشان اشي عامل التيتك كذي او الغمازة عشان ده هنا مهمته يعمل كذي، يبدا كذي تو 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 بيحركها كذي. اول انت بتضرب وعلى الحماقة بتفتكر انه انت مع الجبدان بتاع البندقية اللي بتعمل كذا دي الارتداد، بتفتكر انه يعني ده من البندقية، لا ده من الشيطان الوراء قاعد هنا، ده شغلته بس يشلو يشلك البندقية دي كده تو 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 انت بتضرب المسألة دي كده. بيقول لك والله الزول ده عنده تصريف، يا هو زول قريب جنبك والطلقة ما بتصيبه. ليه؟ لانه في شيطان هنا ماسك المؤخرة عشان يلوش النيشان، وحدين اخرين قاعدين معاه هو، بعدين هم بيشوفوا الطلقة، هم اسرع في نوع من الشياطين، اسرع من الطلقه. ده هو بشوف الطلقه، اول ما شاف الطلقه من هنا جايه اي طلقه عليه بس يضربها، شفتها؟ زي اللي بحكي في يضرب اي طلقه جايه يطقها يلويش بي جاي يلويش بي جاي يقول لك عنده تصريف الطلقه ما بتصيبه. ونوع اخر من الحجبات برضو فيها شيء اخر، مجموعه من الشياطين اول الطلقه دي تجي من هناك يمسكوها بس ينزلوها تحت، يمسكوها تلقاه ضربته كلها حتى الطلق دي، يعني مجموعة بتاع الزخيرة تلقاها مصبوبة تحته وحدمه ده تلقاها ما تقدر، وكل الزخيرة ده قاعد بيقول لك والله كبيني فيه زخيرة كده. أمشي مناطق الالتماس بتاعة النهب المسلح، أمشي الجنوب، شوف الكلام ده صح ولا ما صح، بتلقى أنه بيقول لك والله في حرامية، والله العظيم العساكر وصلهم، والله الحرامي ده إلا مسكوه مسك زخيرته انتهت وما انضرب، وكل الزخيرة ده كبيناها فيه ما ضربناه. اخيرا عملنا له خطه، ويوم تعمل له خطه لك ذخيرته كملت، لكن ذخيرته كملت ما بتقدر تعمل له خطه، لانه اول ما اشتغل بيلقاك بيضربك وانت ذخيرته بتكبها فيه وما بتعمل له شيء. في النهايه بيجي يمسكوه مسك، يوم ذخيرته تكمل بيجي يمسكوه مسك، يمسكوه بعد ذاك يقوموا يجردوا، يلقوا عنده يجردوا يسلموا يلقوا عنده حجبات، يقول لك الحجبات دي سبحان الله. الناس تفتش للحجبات، انا لقيت فلسطينيين
وين؟ في ياوندي ماشيين بعربيتهم لاند كروزر ماشيين يفتشوا في الحجبات. آه ناس قال هنا دارين، قال في حجبات هنا دارين نلبسها وماشيين الإسرائيل دي ندمرها. يا ناس انتوا جايين ناس من هناك للحجبات قال يفتشوا. انا ما اعرف لقوا ولا ما، انا هديتهم وقلت لهم ارجعوا والكلام ده ما صح لانه الحجاب فيه شرك. انت كنت دار تموت موت عادي، لكن كونه تموت بالشركيات وكلام الفارغ ده ما ممكن. ما اقتنع بالكلام ده، قال ان عندنا قضيه ماشي، لا ما عندنا شغله بالكلام اللي بتقول فيه ده. خلاصه المساله مشوا وما عارف لقوا ولا ما لقوا. انا ما بعرف خلاصه المساله. كل الحجبات حتى البخره دي، دي بخره جابوها هنا خلينا نفتح نشوف فيها شنو. وما عارف ذاته من اجل شنو. دي بخرات 3 4 1 2 3 4 5 بسواء ظريفه كدي، وبعد ده تلقى كلام فيها هنا وتلقى اشياء. اها ده اسمه مخلوبان، ده اسمه مخلوبان، وده شفتها يا هذي لا بد من تلقى فيها خذ عبلات ودجل. شفت لك قول ده بسم الله الرحمن، قول الحمد لله رب، قول سوره البقره، قول اي شيء. الحاجات دي عشان الناس القريبين شايفينها. دي نجمة داود وده هود وده ادم وده كذا وده كذا وده كذا. خواتيم يا هو نفس الكلام اللي بنقوله بتلقاه في اي حجاب. دي بخره الدنيا في المسجد هنا، كل الحاجات دي بتلقاها دي واحده. طيب نفتح منها ثانيه. دي كزبرة، يا دي كزبرة، شايفنا دي كزبرة. شوف المستهبل ده كزبرة كاتب هنا وكاتب حتى السعر هو كاتبه والسلطان. يعني أول حاجة كاتب 787 سواقط مش عارف سحر السحر وشنو مش عارف، وكتابه ما بتتقري. وهنا كاتبين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل ومن شر الحسد وشنو مش عارف له نفس الكلام. فسيكفيكهم الله ذاته مكتوب هنا في دي. ده غش، غش دجل شعوذة. إن كان لا بد فاعلا ليه ما يخلي بسم الله الرحمن وبسم الله ما كاتبه فيها، صلاة على النبي ما كاتبه فيها. يا هذه قاعدة دي حجة دي بخرة. وذا ما عارف أداها له شنو، كن من أجل الصداع يا أخي. شوف شفت الكزبرة دي، عندك صداع ما يغشك زي ده ويبيع عليك بقروش. كزبرة لو شهدت منه الدكان بدوك لها، امشي للدكان لو ما عنده قروش قول له يا اخي اديني لي 4 ولا 5 قطعات بتاعت كزبره بديك لها، بديك الكزبره دي. وقول له اديني 5 6 حبات بتاعت الحبه السوداء الكمون الاسود خليه يديك، يديك 2 ولا 3 مسمار بتاع شنو؟ قرنفل، قرنفل. وشيل حبه بسيطه من لبان، اللبان اللي بيخربوه النسوان ده، الاربعه دول اجمعهم وخدتهم في ورقه زي دي ولا خدتهم في اي حاجه. مش عندك صداع كدي ادخلها تقط فيها نار وشمها، الصداع بخليك ما داري لو انك تمشي تقدر لك 3000 ولا 4000 ولا كلام فارغ. وبيعمل الحركه دي وبخد ديل وعشان انت تعتقد انه ده من الدين. وليه يعني لو مشيت عملت اللي تعدل براهم ما بيعمل لك شيء؟ لا بيعمل لك شيء، لكن دي حيل ونوع من الاساليب عشان ياكل مال الناس بالباطل. وممكن يوريك لها ويقول لك دي سر المهنه، سر المهنه. والله بيقول شنو؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. شيء بينفع الناس ما تكتمه، هؤلاء بيكتموا انت بجيك لو قبلك كتموا انت جاك ما كان جاك. طيب شيء الناس بيستفيدوا منه لمصلحه الانسان ما تكتمه، قولوا للناس، قولوا للناس ربنا لا تزيدك علم. فهنا هم بقول لك لا سر الشغله ما توري او سر المهنه، بقول لك دي سر المهنه، ده نوع من البخل ونوع من الدجل، بقول لك سر المهنه. عشان كده واحد منهم قال وعلم الحقيقه
من أباح بسره للغير أحضر ماله بعد الدم. لم يستطيع موسى الكليم لخضره صبرا عليه فكيف بالمتعلم. يعني الكلامات ما توريها للناس ده معنى الكلام ده. خلاصة المسألة الحجبات دي في نوع منها كذب ودجل، وأي مرض ده أحيانا بدو عسدي في كثير من الحجبات هنا كذب. دي كلها شفت المجموعة دي واحدة منها بتحقق الكلام اللي قالته ما في، ولكن أحيانا بتمشي تلقى شيخ ويكتب لك حجاب زي ده ويديك له بينفعك زي حل السحر بالسحر. سحر حلوه بسحر نفعك، لكن انت خسرت الدنيا والآخر وخسرت رب العالمين وأغضبت رب العالمين ورضيت الشيطان. في بعض الحجبات من أغرب الأنواع بتاعت الحجبات الموجودة عندي هنا، حجاب هنا غريب جدا جدا، حجاب وبعدين شوف أي مرض من الشواطين متدخلين فيه الشواطين، لو مشيت للناس دل وأدوك ورقم ده قد يخليك المرض، يعني بتشفى منه. امرأة عندها ولد، عندها ولد دلاها عمره 13 سنة، ريالته سائلة لا بياكل إلا يأكله، ما بنوم ولا بيرقد إلا يرقدوه، وكين صحي بخره وبسيفه محله ده 13 سنة. مشت للشيخ، الشيخ اسمه شيخ محمد، الشيخ شيخ محمد السلام عليك، قال مرحبا السلام، أنا جيتك عندي مشكلة. مشكلتك شنو يا مرة؟ قال والله جيتك وشفت الولد ده عمره 13 سنة، 13 سنة الولد دي لها عزبني في رقبتي دي، لا بياكل لا بيرقد لا 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 لا. يا أخي جيتك تسأل لي الله أو جيتك تداوي لي؟ قال لا كويس، أولا تمشي تجيب الآتي، تمشي تجيبي زيت 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 سمسم، تمشي تفتشي زيت سمسم ولا تجيبي، وتجيبي بصلتين، وتمشي تجيبي ديك أحمر ورقبته زرقاء وأشابيره مقطعات وخصي، ديك خصي. انتوا شفت لكم ديك خصي؟ ها خصي. قال المرة فتشت بيجاي وبيجاي وبيجاي مش لقيت ديك بالمواصفات دي، لكن خصي ما خصي ما بتعرف. شالته جابت للشيخ، ها جبتي؟ قال اي، وبعد دفعها قروش. قال لها طيب امشي اليوم الفلاني تعالي. مشت اليوم الموعود، جات وجابت الولد معاها، فلقيت ورقة صغيرة مكتوبة، وقال لها شفت الورقة دي؟ أدري أهل الولد ده في رقبته؟ خلاص الولد بقى كويس. مشت شالت الولد ومشت بيتها ودرعت الورقة دي في رقبته، والولد الليلة وبكرة وبعد بكرة الليلة بقى كويس تماما، رجع بيتكلم وبياكل براه وبيشرب براه وبيرقد براه وبنوم براه، وكمان ودوه المدرسة دخلوه الابتدائي هو 13 سنة، لكن عشان الناس عارفين حالته استثنوها ودخلوه، دخلوا المدرسة. قاعد يقرأ بعد شهر شهرين ثلاثة خمسة ستة شهور كويس جدا، والولد استمر والحمد لله. خلاصة المسألة مش استعمى براه وقعد في الطشب، استعمى وقامت الورقة اتقطعت دخلت الموية، بعد ما تبلت جلو أمه يا ولد الورقة بينا حبش اللي قال ما في. قال لا الله ما عارف، ما قالت لي الورقة مسجد استحميت، قال مسجد استحميت في محل الفلاني. مشيت فتشت الطشت لقيت الورقة جوا الطشت انبلت تماما اتمزقت. قامت الولية فرتقت الورقة، أول ما فرتقتها بعد الخيوط والبلاستيك وبتاع فرتقتها لقيتها شنو؟ لقيتها بيجاي جزء من مقالة في جريدة الأيام سابقة، جريدة الأيام، وبيجاي صورة السيد الرئيس جعفر محمد تميري ده بيجاي. شافتك هذه هاي، وده من الرئيس السابق للسودان ده جعفر محمد تميري، ايوه، ودي جريدة هاي اللي هنا مكتوب عليها جريدة الأيام. شالت الورقة المسكينة ومشت للفكي محمد. يا فكي محمد كيف حالك؟ مرحبا يا مولانا، كيف حالك؟ قال انا جيتك راجعة تاني في شنو يا ولية؟ مش اديتك الورقة علقتيها للولد او يكون احملتها وطارت؟ قالت لا ما طارت. الحصل شنو؟ قال والله الحصل الورقة دي الولد مش استعمى في الطشط وانقطعت في الموية وانبلت وتمزقت، انا مش اتفرتكتها عشان اشرها تمشف واطبقها والفها لفة تاني كويسة واربطها له في رقبته، لقيت الورقة دي يا هدي شافها كده وقال لها فيها شنو دي؟ قال دي يا مولانا دي ما دي مش جريدة الأيام؟ قال لا يا نعم. والبجاي دي
البجية دي مش سورة بتاعت جعفر محمد نميري؟ قالت لا. قال لا اي. قال لا فيها شنو يا مرة؟ قال لي انت ما بتعرفي؟ قال لي ده رئيس جعفر محمد نميري. قال لي انت ولدك بيجي كويس ولا ما بيجي كويس؟ قال بيجي كويس. قال لها ده الرئيس ده اذا كان نشف ليك الشعب السوداني كله لو ولدك ده ما بنشف لك ليقو ده حجة الشيخ. وشوف خبرة الشيطان وتضليله للإنسان. صورة بتاع جعفر محمد نميري بيتعالج لها مريض، لكن ده أساسا مرض من الجن والشياطين عشان يشوفك ضليت وحتضل الآخرين طوال يعينك في ذلك عشان أنت تعتقد وتفسد مرة واحدة. ده اعتقاد أعمى مرة واحدة. المسكينة شالت طبقته ومشت سوته تعاني علقتها له في رقبته. تخيل الكلام ده ومسألة لأنه مصلي فيها عشان الورقة الماسكة دي ده ورقة حجاب وسيدة أخذها بعجلة جضعة عجلة جضعة وحلف وأقسم قال أنا من ماسك الرابطة الورقة دي في ذراعي 17 سنة بفتش لشهر ما بلقاه 17 سنة لابس الورقة دي ده 17 سنة قال لابس الورقة دي بفتش لشهر ما بلقاه قال أحيانا بمشي للدكان عشان يأكد أنه حجابه ده في ذراعه لغاية ما يهزه تمام ويجلس للدكان بيقول اديني كذا واديني كذا واديني كذا بعد ما عداه وملك كيسه تمام بيقوم الراجل ماشي سيد الدكان بيقول له تعال يا اخي ما دفعت لي لا دفعت لي دفعت لي ما دفعت لي قال الله يطوالي بيقوم بزنقه معه عشان يتشاكل معه قال سيد الدكان يقعد يشوف لي ولو في ناس بيقول لي يقول بسم الله كذا كذا يا اخي راجع نفسك يا اخي احتمال اداك الراجل يا اخي اديتك حسابك مش كان كذا ايوه اديتك يا اخي ما اديتني اديتك ما اديتني انا بشدد وهو بالرخي اي زلمه موجود معنا يقول يا زول هوي اجاتك في مالك سامحتك يا اخي خلي الراجل ده يا اخي الراجل ده والله انفعاله ده عنده سكري والله تقوم تعمل ما مشكله يموت في يدك دكانك ده ما يخلصه يا اخي قال دي عملتها ولا مره ولا مرتين ولا ثلاثه لاني دار افتش الشر ده والزول ده قال لي والله لابس الحجاب ده شر ما يجيك كله كله قال دي من الاعمال اللي انا عملتها لكن يا اخي كلامك ده اقنعني وعرفت انه يمكن حجابي ده ذاته فيه الكلام اللي فيه الشركيات دي وما دام شيء فيه شركيات انا ما دايره كذا هكذا كذا افتحه شيفه وكلام ده في المسجد كان مسكناه وفتحناه لقينا فيه شنو شوف الحجاب اللي بيمنع عن الشر تخيل الكلام مكتوب فيه هنا شنو الدكتور عبد الله السلام عليكم ورحمه الله بعد وبعد بمناسبة زواج بنتي لولد اخوي يوم الاثنين الجاي ارجو الحضور السلام عليكم ورحمة الله عمك الشيخ يوسف ابراهيم ياهودة الناس القريبين شايفين الكلام ده ولا لا حتى المشطوبة دي ها كلام ده مش صح ده حجاب اتخيل الكلام ده اتخيل الشيء الناس اللي سووه والله الناس دي الله سيطهم بخافه حجاب فتحناه ولقينا فيه شنو والله الذي لا اله الا بعرة بتاع حمار ورقه نظيفه زي دي قطعناها مربعه لقينا فيها جوا بعرة بتاع حمار بعرة بتاع حمار بتحجب لا اله الا الله حجاب فتحناه في الخوجلاب لقينا فيه والله كيس بتاع تنباك تخيل الكلام ده والله الذي لا اله الا هو حجاب اخر فتحناه مربع لقينا فيه حجر منحوت نظيف مربع وداخل حجاب اخر فتحناه لقينا فيه شنو علبه بتاعت ماجي وفيها حتى الرز بتاع الماجي ده اللي بيعملوا ملحده لا اله الا الله والله الحجاب دي فيها جنس كلام كله دجل وكذب وديل يا توم بيكتبوا الحجاب دي ترزيه سواقين مين هم اللي بيكتبوا الحجاب دي ما هم مولانا فلان وشيخ فلان والخليفة فلان وأبونا فلان عندنا حجابات جات هنا من أبواتكم يا هدي الحجاب اللي هنا ده ده جاء من زول بيقول له أبونا حجاب الكبير ده وأداه لواحد قطري جاهو زيارة من قطر هناك جاء للراجل ده زيارة ومشى له وأداه الحجاب ده فشال الحجاب ده وكان في جلد أحمر نظيف جديد وبتعد قديم جدا خلاصة ماذا على القطر ده أخواننا أقنعوه وجابوا لي وبعد نقاش طويل هو دكتور يعني بعد نقاش طويل اقتنع وقلت له شيء ده ما هو صح ولا بحجبك الآن لو بيقول بتحجبك تعال أجربه فيك قال لي لا قلت له طيب نجربه في منه قال لي جربه في نفسك قلت له أنا أجربه في نفسي ما ممكن نجيبه أي حاجة تاني جربنا لقينا أنا ما بيستغل أي شغل دجل افتراء كذب
وغش الناس. حجاباته كلها غش. زمان كان مخش البنات الواحد تيجي تقول يا مولانا والله يا أخي أنا جوني الخطبة والله في خطيب جاني درته أبوي أبا خطيب آخر ناس أمي أبوه خطيب جابوهم أنا أبيته واحدين بيتكلموا من الشارع بنسمع أنه دارين يجونا ومنستعدوا ما بجونا يا أخي دارين لنا والله ورقة كده ولا حجاب كده عشان نتزوج. أنت دارت تتزوجي؟ أيوة نعم. أمشي جيب لي كذا 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 بنشرط عليها أشياء معينة وضبيحة معينة وبعد ده بنجي نكتب لها شنو وأذن في الحج يأتوك يأتوك شنو رجال وعلى كل ضامر إلى آخر الآية. أذن في الحج يأتوك رجالا وبنكتب لها الكلام دولها أربطها في رقبتي ولا أمشي موصية عشري بها وبتمشي المسكينة بكرة بعد بكرة بيجوها الخطباء تقول يا الله إيش زول ده والله آيته كاربة والله العظيم يكتب لك حجاب والله. البنات أبونا ده يجي ماشي في منطقة البنات بلمن كوم بيقول لك بس تشوفي بعينك كن شفتي بعينك عملت كده باكر بيتزوجوك. ده شنو ده؟ دجل وخرافات وكلام ما أنزل الله به من سلطان باسم الدين والدين منها بريء. الحجاب شايفينه ده مكتوب شنو؟ شايفينه ملولو ده مكتوب شنو؟ مكتوب بعد الكلام الكثير ده مكتوب هنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. بعد مكتوب شنو؟ يا الله يا الله يا الله وتكلمنا في الموضوع ده تحت هنا مكتوب يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد وده الشرك زي ما قلنا. بعد ده كله مكتوب تاني شنو؟ مشك شك 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 ده شنو ده يا هودة؟ شايفين الكلام ده صح الكلام ده ولا ده مشكش مشكش شك 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 ده دين. قال ده دين ما عرفنا ده من أسماء الله الحسنى من أسماء الملائكة من أسماء شنو ده أسماء بتاع الجنون وشواطين وقالوا ده دين. والله الذي لا إله إلا الدين ده بريء من الخزع بلادي والدجل ده وده كله كلام فارغ وما تنغشه. وأي حجاب شرك بالله أي حجاب شرك بالله أي حجاب فيه خاتم فيه بتاع كل شرك شرك بالله وخاصة الحجابات اللي بتفعل الأفعال اللي بيقولوها لك. أما المغشوش دي كلها دجل وكلام فارغ ساكت. وموضوع عن الحجابات ده كثير إن شاء الله وما دار أعطيه للناس أكثر من كده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وعمل يرفعنا اختم بالصالحات أعمالنا استر عوراتنا فرج كروبنا اغفر ذنوبنا تولى أمرنا احسن خلاصنا فك أسرنا ارحم ضعفنا عجز الطبيب فداونا ظهر الفساد فنجنا قلت حيلتنا فتولنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أوردنا حوض نبينا أشملنا بشفاعة حبيبنا وأسقنا من حوضه شربة لا نظمع بعدها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.